الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل على تحسين الوضع الائتماني للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصرية، وهو ما يفتح مجالا لرفع معدلات التصنيف الائتماني لمصر بمرور الوقت. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على ما عرضه وزير النقل بشأن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية، وذلك بناء على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومي يغطي 85% من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطي باقي التكاليف. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أبو الحسن مراسل النيل. أحمد، بعد التحية، أكد رئيس الوزراء اليوم على أهمية الاهتمام بملف صناعة الصلب، ويعني برأيك ما أهم الاقتراحات التي ناقشها رئيس الوزراء اليوم مع مصنعي هذه الصناعة للارتقاء بها وما تم في اللجنة؟ يعني بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالفعل كان هناك العديد من اللقاءات للسيد رئيس الوزراء، ويعني على رأس هذه اللقاءات الاجتماع الخاص يعني اهتمام الحكومة بملف الصناعة وبمقدمتها صناعة الحديد والصلب. هذا الاجتماع تم يعني من خلاله استعراض عدد من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تطوير صناعة الحديد والصلب، وأيضا تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الحديد. وفي هذا الصدد شدد السيد رئيس الوزراء على حرص الدولة على الارتقاء بتلك الصناعة والعمل على نقل واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المرتبطة بهذه الصناعة، ولكن أيضا يعني فيما يتعلق ب يعني عدد آخر من اللقاءات، كان هناك لقاء هام مع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي ناقشت العديد أيضا من الملفات الهامة ومعظمها في مجال الاستثمار والصناعة أيضا، وإضافة إلى ما تم ذكره من قبلكم. هناك أيضا فيما يتعلق أيضا بالنهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته يعني ورفع كفاءة هذه السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة. وافقت اليوم اللجنة الوزارية على تدعيم الهيئة القومية للسكك الحديدية بحوالي 780 عربة جديدة مكيفة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة، يعني سوف يتم ذلك خلال عامين عن طريق التصنيع المحلي وأيضا الباقي من خلال الاستيراد من الخارج. هناك أيضا من خلال الشركة الصينية أحمد؟ من خلال يعني هذا من خلال التصنيع المحلي، ليس له علاقة بالشركة الصينية هذا الأمر، ولكن هذا الأمر تصنيع من الشركات يعني التصنيع المحلي وأيضا الباقي من خلال يتم استيراده من الخارج. وعدد هذه العربات حوالي 780 عربة مكيفة، سوف يتم ذلك في خلال العامين القادمين إن شاء الله. هناك أيضا في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد القومي أيضا وتوفير فرص العمل، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم على الطرح بنظام حق الانتفاع لمساحة 10 ملايين متر مربع من أراضي المناطق الصناعية بأربعة مدن جديدة، هي يعني أربع مدن جديدة هي بدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وذلك في شهر يوليو إن شاء الله المقبل. يتم ذلك أيضا للقطع التي تم الانتهاء من تفريقها. هناك أيضا العديد من القرارات والاهتمامات يعني من تم خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث صرح السيد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة للعام المالي 2016-2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد أيضا على ضرورة العمل من أجل تحقيق العديد من الأهداف الهامة، ومن أهمها أن تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والإنسان نعم. الاجتماعي. نعم وصلت الفكرة، شكرا لك أحمد أبو الحسن مراسل النيل. ونتحول مشاهدينا إلى خبر آخر، حيث أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التيسير على المستثمرين في كافة المجالات. يأتي ذلك من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح. أشارت الوزيرة إلى أن تعاون الحكومة مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد يهدف لربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونيا وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 ليبلغ 12.7% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.8% خلال الربع المناظر من العام السابق. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له حول نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من يناير حتى مارس 2016، أوضح أن تقدير حجم قوة العمل خلال هذه الفترة بلغ 28.4 مليون فرد بزيادة قدرها 717 ألف فرد بنسبة زيادة بلغت 2.6% عن الربع ذاته من عام 2015. شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ برفقة عدد من المسؤولين استقبال السفينة ميدل بليت القادمة من ألمانيا محملة بتوربينتين، وذلك لتركيبهما بمحطة الكهرباء العملاقة بالبرولوس والتي تنفذها شركة زيمنس العالمية بشمال الطريق الدولي الساحلي والمقامة على مساحة 250 فدان، حيث يصل وزن التوربين الواحد 490 ألف طن. وقال اللواء السيد نصر إن هذه المحطة تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط بطاقة قدرها 4.8 ألف ميجا وات كهرباء وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو ملياري يورو، حيث يتم تنفيذها على 33 شهرا فقط بدلا من 7 سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتحول للبورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها اليوم تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع متأثرة بعملية بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه وبلغ مستوى 399 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيس المؤشر الثلاثيني بنسبة بلغت 1.96%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.6%. أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي تخصيص مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باليمن. المبادرة تأتي في إطار سعي دولة الإمارات للمساهمة في دعم الجهود الحكومية في التنمية وتمكين الشباب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في اليمن. إذن انتهت مشاهدينا أخبارنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، عودة مرة أخرى لمواصلة بانوراما النيل وأخبار السياسة مرة أخرى مع هبة وليلى، إليكم. أشكرك حنان. هذه تذكرة بأبرز ما في نشرتنا. الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة تداول القمح ومواصلة التيسير على المزارعين. في ختام أعماله بأسوان، مؤتمر الأوقاف يجدد التأكيد على استصدار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين. قبيل اجتماعات فيينا حول سوريا وليبيا، كيري يبحث في الرياض آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب. أهلا بكم من جديد. يحيي اليوم الفلسطينيون الذكرى 68 لنكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه في حرب عام 1948. فقد شهدت مدن قطاع غزة عشرات الفعاليات المختلفة لإحياء ذكرى النكبة
وتنوعت الفعاليات بين مسيرات للفصائل وللمعارض الفنية المختلفة والتي تحمل صورا من واقع الحال خلال النكبة وأثرها على الفلسطينيين وحياتهم بعد 68 عاما منها. إحياء لذكرى النكبة، أقام ائتلاف الشباب الفلسطيني معرض راجعين داخل خيم تحاكي أيام التهجير الأولى، وتحمل داخلها مقتنيات وصورا فلسطينية وأمالا عريضة بالعودة إلى أرض الآباء والأجداد. هذه الخيم بتحكي قصة أجدادنا وأهالينا في عام 1948، بتعرض تراث وتاريخنا وبنعرض فيها أسماء بلداتنا، بنعرض فيها التوب الفلسطيني. ما عاصرت النكبة لكن أجدادي عاصروها، ومع هيك أنا متمسك بحق العودة وبطالب المجتمع الدولي والرسمي أنه يطبق القرار الأممي الخاص بحق عودة اللاجئين. ومن ساحة الجند المجهول في غزة خرجت مسيرة جماهيرية تحمل العلم الفلسطيني ومفتاح العودة، توجهت إلى مقر الأمم المتحدة في غزة للتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة مهما طال الزمن. أنا أصلي من يافا الجبلية، واليوم جايها نحكي الذكرى أحييها. طردونا من بلادنا من دورنا، وجابوا اليهود من دول العالم وحطوهم مطرحنا. أنا براشد العالم كله والأمم المتحدة وتحيي الضمير والإنسانية يواجهوها وطننا الوطن الغالي. الشعب الفلسطيني يؤكد بأن ذاكرته تشتعل بحقه في فلسطين وإعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه. لذا نحن نحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية إعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه. نكبة العام 48 ليست الوحيدة في حياة الفلسطينيين، فالانقسام والحصار والفقر ومشاكل الكهرباء وتهويد الأرض نكبات رافقت الفلسطينيين طوال السنوات الماضية. هجروا قبل 68 عاما من نار تطاردهم لعدو لا يرحم، ليفاجأوا بالذين تربعوا باسمهم على عرش السياسة يضيعون قضيتهم ويدخلون في نزاعات تفرقهم. فضاع المفتاح الأول، فنكبات الفلسطينيين الجديدة لا تقل بؤسا عن نكبة التهجير. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية اللبنانية التي جرت اليوم في محافظة جبل لبنان ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات، وأعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات في المحافظة بلغت 50.53%. كانت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية قد انطلقت في 8 مايو في محافظات البقاع وبعلبك وبيروت، وهي تجرى على مراحل في محافظات لبنان الخمس الأخرى حتى 29 مايو الجاري. ومشاهدينا، نتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الرياضية في بانوراما نيوز. أخبار الرياضة مع حسام. إليك حسام. شكرا هينا، وقفتنا الرياضية عودة جديدة لهبة وليلى، تفضل. شكرا لك حسام. ومشاهدينا، ختام البانوراما تذكرة بأهم ما جاء فيها. السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة تداول القمح ومواصلة التيسير على المزارعين. في ختام عمله بأسوان، مؤتمر الأوقاف يجدد التأكيد على استصدار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين.
قبيل اجتماعات فيينا حول سوريا وليبيا، كيري يبحث في الرياض آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.